كان هناك مبادرة من السيد رئيس مجلس محافظة نينوى أن يكون هناك أن تجلس جميع الأطراف من أجل حل هذه المشاكل المتعلقة بين كفتي ميزان مجلس محافظة نينوى. وسبقتها أيضا مبادرة من قبل السيد محافظ نينوى دعا جميع للجلوس من أجل فض النزاعات والمشاكل المتعلقة طبعا موضوع هذه المشاكل الموجودة داخل أروقة مجلس محافظة نينوى وهي الوحدات الإدارية وكيف تم تعيين مدراء الوحدات الإدارية. هذا الموضوع هو اللي أدى إلى وجود مشكلة بين كفتي مجلس محافظة نينوى والقوى المتواجدة داخل المجلس. حقيقة نحن اليوم في محافظة نينوى كأهالي محافظة نينوى هذه المشاكل وهذه الخلافات تؤثر سلبا على حياة المواطن، تؤثر سلبا باتجاه مشاريع الاستثمار وأمور عديدة. لا نتمنى أن تستمر هذه الخلافات، وعلى العكس نتمنى أن يكون هناك حل للنزاعات المتواجدة بين الطرفين. حقيقة طبعا مجلس المحافظة فيه قانون جدا مهم يخدم المواطن كدور رقابي وكدور أيضا تشريعي. أنا مع بقاء المجلس ولكن بدون مشاكل مجلس توافقي، بدون حزازيات أو مشاحنات بين الطرفين الكبيرين اللي موجودين داخل مجلس المحافظة. حقيقة اليوم اللي دي يصير أنه المجلس عبارة عن خلافات سياسية بين كتل سياسية داخل محافظة نينوى، هذا ما لا نطمح له. ولكن دور مجلس المحافظة مهم جدا كمواطنين، نتمنى أن يعمل مجلس المحافظة بكل قوانينه وبكل أدواره الرقابية والتشريعية من أجل النهوض بواقع محافظة نينوى، ولكن للأسف اليوم نرى عكس الاتجاه. يعني في وقت الحالي وفي خضم هذه الخلافات لا نحتاج إلى مجلس، لأن المجلس الآن مستمر في خلافاته السياسية بعيدا عن مصالح المواطنين. نعم إذا كان الأمر مستمر فنتمنى حله، وإن كان الأمر عكس ذلك يتوجهون نحو خدمة المواطن ونهوض بواقع محافظة نينوى، نفضل أن يكون باقي. أقولها بكل صراحة وبكل شفافية، محافظ نينوى أكيد هذه المحافظة تتعرض لضغوطات من قبل قوى سياسية. هذه المحافظة حقيقة عليها عيون وأطماع كل من يحاول نهش الخيرات من 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 هذه المحافظة. قوى سياسية، جهات متنفذة تحاول السيطرة والهيمنة على محافظة نينوى والضغط على محافظها ورئيس المجلس وكل مسؤول يعمل نحو الصالح العام. نرى أن هناك ضغوطات عليه من قبل هذه الجهات المتنفذة، وهذا ما لا نرغبه نحن كمواطنون. لذلك السيد محافظ نينوى، نعم هناك كفاءات وهناك قيادات في محافظة نينوى تستطيع قيادة محافظة نينوى إلى بر الأمان، ولكن تتعرض هذه القيادات وهذه الرجالات السياسية إلى ضغوط كما هو الحال السيد عبد القادر الدخيل.